أخبار اليوم. عبر مجرى قناة السويس ببورسعيد اليوم يخفي المحروس القادم من ميناء الأسكندرية متجها إلى الإسماعيلية الذي سيشارك في احتفالات القناة الجديدة، حيث سيستقلها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مراسم الاحتفال، وهو نفس اليخت الذي دخل به الخديوي إسماعيل قناة السويس عند افتتاحها في 16 من نوفمبر عام 1869. يذكر أن المركب هو أول قطعة بحرية في العالم تعبر قناة السويس، وعلى متنه عدد من الملوك والأمراء ومنهم الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون الثالث، وأمير وأميرة هولندا وإمبراطور النمسا جوزيف، وولي عهد ألمانيا الأمير فريدريك. ومن أبرز الأحداث التي سجلتها ذاكرة المحروسة فهي لحظة رحيل الملك فاروق عن مصر إلى إيطاليا في 26 من يوليو عام 1952 بعد تنازله عن حكم مصر. وفور عودة اليخت إلى مصر تم تغيير اسمه ليصبح الحرية، وقد شارك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 في العديد من الرحلات البحرية التاريخية. أما السادات الأكثر تعلقا بالمحروسة، ومن أشهر الرحلات التي صاحبته فيها رحلته إلى يافا لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقبلها حضر على متنه الافتتاح الثاني لقناة السويس في 5 من يونيو عام 1975. وشارك أيضا اليخت في المناورة البحرية عام 1974، وكان على متنه العاهل السعودي الراحل الملك فيصل، واستخدم أيضا خلال الفترة من عام 1955 حتى عام 1973 لتدريب طلبة الكلية البحرية المصرية. يتكون المحروسة من 5 طوابق يضم الطابق السفلي الماكينات والغلايات وخزانات الوقود، بينما يضم الطابق الرئيسي غرف الجلوس والمطابخ والمخازن والجناح الشطوي والقاعة الفرعونية، بالإضافة إلى جناح الأمراء والأميرات. والطابق العلوي الأول منه يحتوي على المقدمة والمخطاف والأوناش وصالة الطعام وصالة التدخين، ويضم الطابق العلوي الثاني سطح المدفعية والحديقة الشتوية والصيفية والجناح الصيفي والصالة الزرقاء، فيما يضم الطابق العلوي الثالث الممشى والعائمات، وبه 4 مصاعد منها المصعد الخاص بالجناح الخصوصي، كما يوجد جراج خاص لسيارة الملك، وهو بذلك يعد المحروسة أحد القصور الملكية العائمة العالمية بما يحتويه من نقوش وزخارف ولوحات زيتية لأشهر الرسامين العالميين. هكذا هي المحروسة.